الناس تعداو علينا قالك الوحدات الصباح تكونوا تما 7 ونص خارج الطياره. مشينا تمايا كتسناو كتسناو ما كاين حتى شي حاجه. درنا على المصالح كلهم اللي كاينين تما كيقول لك ما كاين حتى شي حاجه، ما عندناش شي ريكلاماسيون ديال هذه الطياره هذه اللي كاينه. واش نصبوا علينا هاد الناس ولا اش دنو داروا؟ الله اعلم، ما عرفناش شنو كاين. من الوحدات الصباح حنا كيضرب فينا البرد تما كيصوت فينا حتى 7 الصباح ولا 8 عاد بشمينا جايين بحالنا. ملي قال لك لا تما راه ما عندكمش، ما انا ما عندناش، خصكم تمشيو ديكلاريو تما فين تابع لاجونس اللي خديتو من عندها. وتما تقريبا فوق 200 ولا 300 واحد اللي كاينه تما اللي جات تيقول لك شي حاجه ما كاينش طياره، كيقول لك شوف هاد الطياره كاينه راها في طنجه، شويه كيقول لك راها ما جاتش هنايا، راها على ما عطاش لوتوريزاسيون. ما عرفناش اخويا شكون نطيقوا، ولكن ما كاين حتى شي حاجه لحد الان. دابا نيت قلنا اليوم قال لك لا راه كاينه اليوم مع الربعه د العشيه 4 ولا مع 4 ونص. ملي كنديو معاهم تيقول لك لا سيدي اعطينا شي عطينا شي وثيقه شي دليل. ما تصورش اخويا ما تصورش، اعطينا شي وثيقه اعطينا شي دليل اعطينا شي حاجه من الموسى اللي غادي اللي غادي يمشيو للمطار نيتو غادي. حنا مشينا بوراق عاطينا ورقه تما يوم خدينا والو، دابا ما عاطينا حتى حاجه. قال لك سير مع 4 ونص كاينه. لا راه كاينه، وشنو شنو واش هذا واقع؟ يا اما يعطيونا فلوسنا يا اما يعطيونا بي من الموسى حاجه من الموسى اللي غنمشيو مع 4 ونص ونركبوا في الطياره. الناس الناس غادي من تما غادي الناس ساكن الناس كبار بزاف. عرفت نقول لك وحده الليل جوج الليل، تخيل اصاحبي الناس عندهم 80 عام 90 عام وكيضرب فيهم البرد تما صاحبي ما بقاش شي يزيد، غادي مسكين غير بالزز. وفي الاخر اصاحبي بقاو مسخسخين بحال ما يعلمونا يقولوا لنا راه ما كاين والو حتى الغدا كذا كذا راه تعجلات. ما مشوش مسخسخين تما مسخسخين والدينا، واش هادشي حرام ولا حلال؟ واخويا راه الا كان هذا المنبر غيوصل غيوصل لنا اخويا المسؤولين اخويا ديالك خصو يوصل لهم هذه المساله هذه. بحال هادشي خصو يتحملوا مسؤوليتهم هما والدوله حتى هي اللي خصها تراقب هادشي. ماشي نمشيو نوقفوا في المطار ما كاين اللي يدوي معانا ما كاين حتى واحد، وهنا نجيو عاود ثاني ما كاين اللي يدوي معانا. يقول لك هادشي اللي قالوا لي دابا انا قالوا لي راه مشاو ديكلاروا شي واحدين في الكوميساريه، هو هادشي اللي خصو يدار. الواقع هو هذا. انا يلاه جيت دابا يلاه جيت عيطوا لي قال لي دابا راه جاو عندهم راه غيديو يمشيو للكوميساريه، حتى انا باغي نمشي معاهم. دابا ملي دخلت عنده قال لي صافي راه كاينه مع 4 ونص وحده، وعطينا سيدي الورقه عطيني البيه ديالها اللي مني كاينه. كاينه مع 4 ونص مسؤولي في لاجونس. اللي مسؤولي في لاجونس قال كاينه مع 4 ونص. ملي كنقول له يعطيني ورقه تيقول لك لا سيدي يعني ما عندي والو. من الموسى اللي انت غتاكد غادي عاوتاني مسخسخ انايا، بغى يجي هو يدينا باش يشدوا عليه تما ما عرفت.